فوزية دكتورة فوزية طبعا دريك وشفت تقول الموضوع، طبعا ما في خلاف شخصي، طبعا ما نختلف في خلاف. الأفكار، ما عندنا فانا خلاف اليوم شخصي ولا شخصي. انا افتخر ان احنا عندنا الاعلاميه ميل عيدان على راسي وصوت الحق ومنبر الحق، برنامج كشف حساب، على راسي وكل وانتو وحتى حتى اكاونت